أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل رجل وإصابة طفله بجروح خطرة إثر انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب أمام خيمتهم في مخيم يحمل اسم ريف حلب الجنوبي قرب دركوش غربي إدلب. وفاة الطفلة رام الرجب متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء حادثة تدهور حافلة تقل رحلة مدرسية وسقوطها من جرف صخري شديد الانحدار في مياه نهر العاصي بمنطقة عيون عارة بريف دركوش غربي إدلب. هيئة تحرير الشام تبلغ والد المعتقل لديها محمد عدنان غليون بوفاته داخل السجون دون إبلاغه عن مكان دفنه وذلك بعد مرور 7 سنوات على اعتقاله. الهلال الأحمر القطري يقول إنه عمل على إنشاء 13 قرية سكنية في شمال غرب سوريا ومدها بالمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي مع نقل 22 ألف شخص إليها من مخيمات النزوح. اشتباكات بالأسلحة بين ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات الأسد وأهالي بلدة الدوير شرقية دير الزور عقب استهداف مجهولين حافلة زوار من الشيعة أدت لمقتل 3 منهم وفق صفحات محلية. قوات الأسد تعتقل السيدة ريتا العقباني من إحدى وسائل النقل الداخلي في شارع بغداد بدمشق وتقتادها إلى جهة مجهولة وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.